بتاعت الاردن. هاي جاي يلا هاي جاي. يلا ده انا الكحمان. ايه ده لبس شاتلك يا غير شاتلك. يا هلا يا هلا تخيلك تاني. تمام مساك شيء مكيف يا عم. منيح لك منيح. ميرو علوش حيوان حيوان. عاد نستخدم كلامك احنا في الارض بنغنج بعضه. نستخدم كلماتك في الاشاره بس. عبد السلام يا روس بابا. سؤال عنا هذا قول يا بابا. حنان الخبري خبريه انا وحنان بس بس لحظة. ده زويني. كل خوي زين. أنت مزيان. أنا أكاديمي. أنت بسط. أنا. بالسحاب. حاجة تانية حاجة تانية غير. في واحدة قالت لي دخيلك انت انيس. قلت لي لا مش انيس. وبتحضر شخصين. واحد في المطعم سلم على دينا انيس جميل كثير. وواحدة في الاردن سلمت عليكم كلكم كلكم. والصراحة حكي كتبعونا كلهم. الصراحة هذه من الان. الله. وضعنا في مستقبل. اخي دنون. واحد وصل علي في شخص وصل. فهد وصل علي ناطرين على ننزل من طيارة لبنان. مش نايم شي. وقف هيك بحسه رد علي. سلمني عدينا وحنان. مش لا رفيال لا ماشي. سلمني عدينا وحنان. واذا بتزعل انت وحنان نحن نزعل. اذا بتنبسط نحن وحنان بنبسط. خلصنا منها ورايحين على صوب ديوتي فري. بتطلع وحده هيك بتعمل طلع في هيك بالله. قلت لي سلم لي على حنان. قلت لها طب تسلمي علي ما انت موجود. قلت لي ما بتسلم علي. قلت لها فات على الطياره فوق فات الطياره عملنا صوره هيك. قلت لها قلت لها لا انا كثير بتزعله ما بقى تزعله. يلا اوكي. قال لي اسمع علي وحده انا طالع بالله. قلت لي انيس. قلت لها هي قالت ساره كده وانا انبسطت. قلت لي انيس. قلت لها رفيال من المغرب. لا لبنان مش عم تظبط. شيء وصلت وحده هي مع الطفل الصغير. طفل صغير اردني. قال لي رفيال. قال لي حنان بدي حنان. لحقونا لتحت. شو هقول عن جد كثير. السلام عليكم مروان. انت مزعله شيء لحنان امبارح او شيء؟ اول امبارح وصل علي وقال لي انتوا اللبنانيه ما تزعلوا لي حنان. كيف جدلني؟ أنا كمان كتير مبارح على تويتر تبعي كلهم بيسلموا عليك وبيقولوا له الأكاديمي ماشي بلا رفيال وغني له غنية وكتير اشتقنا له وبيسلموا عليك كتير. يقبرني يقبر يقبر ينزل على القبر ويقبر. يقبرني يقبر يقبر ينزل على القبر ويحفر. يقبرني جماله يقبرني يقبر يقبر. امبارح بعتولي على السوشيال ميديا أكلنا أكل بموت. معنا استقبال رائع. كل شيء كان كثير حلو. استقبالكم ما شاء الله. من وزارة السياحة ما كلها ما فرقونا من أول. تعرف أنت بتحضر بالبحر الميت إنك تفتح كتاب وبتقعد ونظرك فايش. عملت بحر الميت ما بتقعد. وصلنا آخر السانسيت. يعني ما تخيل على مشهد المي بلون الجبل وبلون السماء. بتلاقيهم كلهم مثل مي سخنة برا مسقعة. برا حرارة شي 10 نزلنا بالمي.
مي سخنه 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 وقاعد انت هيك تخيل قاعد كيف هيك قاعد 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 بالمي وعمك ايهاب مش عم يستوعب انه ما فيك تسبح وبعده محله ويطبس وبعده محله يفوت مي بعيونه وقال لي احمل لي هيك